أما في إسبانيا فقد أعلنت الشرطة الإسبانية أنها أوقفت 26 شخصا يشتبه في كونهم أعضاء في شبكة أو أعضاء في شبكة قامت بإدخال 900 شخص إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية، ومعظمهم من الجزائر، مقابل مبلغ 2500 أورو لكل شخص. الشبكة التي تنشط في الجزائر وألميريا وأليكانت الإسبانيتين تستخدم قوارب سريعة من أجل عبور البحر انطلاقا من وهران وصولا إلى إسبانيا خلال 3 ساعات، كما كانت تقوم بنقل المهاجرين غير الشرعيين من مدينة طنجة شمال المغرب باتجاه الخزيرات الإسبانية. وأضافت نفس المصادر أن كل مهاجر مطالب بدفع ما بين 2000 و2500 أورو لعبور البحر، وإضافة 500 أورو من أجل التنقل بواسطة السيارات باتجاه مدن في الجنوب والشرق الإسبانية. وفي حال لم يستطع المهاجر الدفع يتم التخلي عنه أو حجزه إلى أن يتمكن من تسديد المبلغ. وقالت المصادر أنه في عام 2019 تمكنت الشبكة من تحقيق أرباح قدرت بمليون ونصف المليون أورو.